يختفي جمر التوتر الإقليمي تحت رماد الحياة اليومية في لبنان. لا شيء هنا يقول إن مواجهة في الأفق، اللهم إلا تحليل الأخبار الواردة من أمريكا وإيران. تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي والرد الإيراني بتصنيف القيادة الوسطى والقوات المرتبطة بها ككيان إرهابي ينبئ بتغيير في قواعد اللعبة والاشتباك بين الطرفين في الدول والمناطق التي يتشاركان فيها النفوذ. ما جرى هو تصعيد كبير يتجاوز في أثاره قرار نقل السفارة إلى القدس أو إعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان. الرد السريع لمجلس الشورى الإسلامي وما رأيناه اليوم من تضامن النواب ووحدتهم خلف الحرس الثوري هي أيضا لهي دلالة أيضا على أنه الإيراني لم يعد يستطيع أن يسكت فيها بهذا المعنى. الخوف أو القلق في المنطقة لأقول من تماس معين يؤدي إلى اشتباك معين، وكما يقال قواعد الاشتباك لا تتغير إلا باشتباك آخر. الأولوية منا هلأ للحرب مع أمريكا، وبتصور كمان بسوريا في خطوط حمر وضعتها روسيا ما فيها إيران أو حزب الله يقوموا عنها. يعني اليوم شفنا أنه أمريكا الأولوية منا بقى لها العالم العربي، في تخوف كبير من بلدان الخليج ضد إيران. إيران حاسة حالها محشورة بمحلات معينة. لما بيكون عندك هيك كونتاكس جيوسياسي التصعيد معقول يكون سهل؟ لا تزال الصورة مبهمة بالنسبة للكثيرين، حتى أولئك الذين هم في موقع القرار. في إيران التفاعل مع التصنيف جاء على شكل تضامن بين التيارين الإصلاحي والأصولي. كثر في مجلس الشورى الإسلامي جاءوا مرتدين لباس الحرس الثوري. حساب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي غرد مشيدا بدور الحرس الثوري ومؤكدا على أن الولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها سيفشلون في تحقيق مآربهم. أما الرئيس حسن روحاني وفي يوم الطاقة النووية فقد هدد في حال استمرار الضغط بالتصعيد. أحد أطراف المجموعة 5+1 تنصل من التزاماته وأثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليه عالميا، لذلك أدعو الدول الخمسة الأخرى أن تقوم بمسؤولياتها. نحن نصبر لكن لصبرنا نهاية، وفي حال الوصول إلى تلك النقطة قد تتخذ الحكومة والنظام خيارا آخر. نقاط مختلفة تبدو مرشحة للعب دور في الاشتباك الأمريكي الإيراني الحاصل، أفغانستان والعراق والمياه الخليجية على رأسها، طالما أن قواعد الاشتباك تتغير. قواعد الاشتباك في المنطقة تتبدل بين قرار وقرار. من الواضح أن واشنطن كلما وصلت إلى سقف في التوتر مع طهران ترتفع إلى سقف آخر وكأنه الأخير، لكن إيران بالمقابل تتعامل مع أمريكا على قاعدة المقابلة بالمثل، معادلة ثنائية تهدد المنطقة بتصعيد أكبر بكثير. علي هاشم، بي بي سي،